ايوه كده مبروك، الصدقه ماما. حلوه برضه حبيبي. ماما ازاي؟ صبا عامل ايه؟ انت مغير البارفان بتاعك؟ يف سان لوران. ريحه اسمها اف، امال تبقى ريحتها ايه؟ يا انا عندي ليكي مفاجاه. قولي. انا هبقى جده. مبروك يا ديدي. يا ديدي الله بجد هبقى جده. مبروك يا ديدي. عقبالي يا رب. يا لهوي يا رجب، ليه كده تتمزق؟ ايه اللي شايله ده؟ سواء صالح بيه منصور اداني علبة حلاوة المولد دي وقال لي طلعها له بسرعة. ايه دي يا صالح؟ هتعرفي دلوقتي. افتح يا ابني كده. ايه؟ امسكي كده، ما تخافيش. شافوه ماما؟ شافوه ماما بجد؟ ايوه. لقيته فين؟ في المستشفى اللي ماما كانت بتعالج فيها في فرنسا. جابوا لي كل حاجاتها، معنى كده بقى ان بابا ما اداش الحاجات كلها اللي بتاع غبابيكيا، خلى دي عنده. صالح؟ أنا بحبك. أنا بحبك أكتر. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، نورتي بيتك يا ست فريدة، والنبي العمارة كانت مظلمة من غيري. أنا لقيت البيت نور، وضيوف داخلة وضيوف خارجة، قلت أجي أبارك وأقول لك نورتي وما أخشش إيدي فاضية. خش يا فرقة. دخلتوا تناموا؟ طب ما تاخدوني في وسطكم، وانا يعني كنت عملت ايه ولا قصرت معاكم في ايه؟ والنبي انزحي يا انسه شريف، خش كده زقي نفسك شويه. يعني هي دي هتكفيني؟ ماشي.